سادة المستمعون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في اليوم 26 من رباط الأخ موسى بالعراق، يعني 26 يوم هو الزملاء نتاعو. حاليا الساعة تشير إلى 2 زوالا، يعني درجة الحرارة فاقت 48 درجة، يعني حرارة مرتفعة جدا. ما زال السيد مرابط في هذا المكان لمدة 26 يوم ولم يجد أي استجابة، فمطلبه الوحيد هو منصب عمل باش يتكفل بالعائلة نتاعو اللي عنده وجع عائلات، الله يبارك، وعنده وليدات تبارك الله، يعني عائلة كبيرة يعيل فيها. ولكن المدخول ما كانش، هذا اللي أدى به أنه يرابط في هذا المكان للدفر بمنصب عمل على الأقل يطيق يعيل هذه العائلة اللي متكفل بها. احنا طبعا نحن نناشد كل السلطات والمسؤولين بهذه البلدة والسلطات بالسلطات العليا أيضا في البلاد. الحمد لله، يعني احنا ما شاء الله المنيعة تربع بعدة شركات بترولية في ولاية المنيعة، يعني شاب مثل سي موسى وأمثاله، يعني حقيقة نحن نتمنى إن شاء الله باش يكون يعني لديه منصب عمل في أقرب وقت. طبعا للعلم فقط أن سي موسى صبيحة اليوم سيد الوالي بسيارته، يعني داخل الولاية، يعني قدام سيارة الوالي وقف سي موسى، يعني خلاص يعني وصل به الحال لدرجة أنه ما طاقش يصبر. ولكن هكذا وداه مركز الشرطة، ولكن عاود طلقوا يعني إجراء روتيني ما زرع في بلاصه سي موسى. احنا نتمنى إن شاء الله من المسؤولين من نواب المجلس الأمة مجلس الشعب الوطني أنه يشوفوا سي موسى هذا بمنصب عمل. لا إله إلا الله محمد رسول الله.